السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما اليوم هذا الجو ربيعي، رانا 12 تاع النهار، حبيت نسجل هذا الفيديو باش نعطيو شوية إن شاء الله يسمعونا المسؤولين الكبار. قضية تاع المسجد الكبير اللي راهم كل واحد حب يعطيله تسمية، احنا ماذا بينا كجزائريين جزائريين عندنا الغير على الوطن، ما غير على كل حاجة. إن شاء الله يسميوه بأسماوات نتاع الجزائريين عظماء الجزائر، وكاين الكثير العظماء تاع الجزائر. نعطي لك مثال، بحكم باللي المسجد جاي يطل على البحر الأبيض المتوسط، ماذا بينا نعطي له اسم لكن ممكن الواحد شخصية عظيمة منها طارق بن زياد. طارق بن زياد اللي من الثاني يعتبر من الفاتحين تاع الأندلس، احنا ماذا بينا نعطيو له هذاك الاسم ومعترف. لكن الانجليز اللي داروا الصورة تاع طارق بن زياد في العملة نتاعهم، في الباوند نتاعهم، وعلى ما يكونش الجزائري نعطيو له الاسم لهذا المسجد العظيم، نعطيو له اسم نتاع طارق بن زياد. كاينه ثاني حاجه واحده اخرى، نجمو نعطيو له اسم لقبيله تاع العوفيه اللي قاومت فرنسا في هذيك المنطقه، وكانوا يسكنوا في هذيك المنطقه اللي موجود فيها وين بني المسجد الكبير، وين قاوموا فرنسيين وماتوا. كاين عدد كبير ما تصورش نتاع الشهداء اللي ماتوا في منطقة تاع الحراش، وهما من القبيلة، المعظم نتاعهم من القبيلة تاع العوفية. إن شاء الله اللي راهو في الحكم ولا المسؤولين الكبار يعطيو القيمة للجزائريين. لكن نشوف باللي كاين عظماء الجزائريين مثل الأمير عبد القادر من بوعمامة، مثل علي لابوينت، مثل العربي بالمهيدي، مثل طارق بن زياد. هادو الأسماوات ما نلقاوهمش في البلدان العربية، ما كاش تسمية على هادو الشجعان نتاعنا والمقاومين نتاعنا والعلماء نتاعنا. ما عطاوش حتى من بن باديس اللي رجل الدين وان بونسور مفكر وقاعدك، ما لقاوش في الدول العربية تسمية لكاش جامعة ولا كاش. احنا ماذا بينا، احنا مسلمين جزائريين نثقوا في العلماء نتاعنا، وماذا بينا نعطيو لهم اسماوات نتاع الجزائريين. وشكرا، ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو.